سخنه هنجيب ميه سخنه بتغلي وننزل فيها ال وننزل فيها الفوق كده عشان اطلع الفوطه المفروض بعصرها بس استنى ما تبرد شويه برضو هنجيب ميه ثانيه لا 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 طلع برضو طب لا خلاص بس ما تبقاش غرقانه بالميه قوي عشان ما تفكش البلاط حوار برضو هي كان تبقى فوطه اصغر من كده المفروض تبقى فوطه صفحه صغيره ورفيعه يعني خفيفه مش تخينه زي دي بتشيل ميه كتير مش لازم خالص على فكره بس لازم هي تبقى سخنه وبقيتها كده نسيبها كده 10 دقايق متاكد ان هي جت على البلاط كله حاسه بتقولي بصوا الغيره ظهر ازاي تمام ابتدي بقى اطلع الغيره كده بالفوق لا ما بيسحش بيبان بس بيظهر سحر حاجه كده بس بتنضف كده ولو شديد شويه بستخدم الفرشه البلاستيك لا مش هتسيل فين كان في فرشه بلاستيك هنا بتاع الحمام دي فرشه البلاط ايوه هنضفها على طول فرشة سلك هتخلع البلاط دي هنستخدمها لسه في الاخر لا مش بتجرحنا كده خلاص اهو نضفنا الغير طب لو انا صبيت الاسمنت قبل ما انضف الغير هيحصل ايه؟ الغيره هيمسك في الاسمنت وصعب هيبقى صعب تنظيفه جدا بعد كده. واحنا لسه هنحط اسمنت؟ طبعا. عشان انت هنا مش طابه حاجه لازقه في غيره بس. حط اسمنت ايه؟ في الفراغات بقى انا عاوز الفراغات دي تبقى اسمنت. انا هعمله اسود. اي لون بقى؟ اي لون انت عاوزاه بقى؟ هو الاسمنت بيتلون ممكن احمر. بيتلون عادي. هو بص اصل هو بودره. فتحطي عليه ميه وتخففي ايه؟ ممكن اجيب اكسيد اسود احطه على الاسمنت وممكن الصبغات دي. انا بفضل الاكسيد بس انا ما عنديش اكسيد دي صبغه مش الوان بلاستيك بس صبغه بتتحط على الزيت والبلاستيك اه كنت لسه هسالك في الوان كتير اصفر وبني واسود اكسيد في بني واسود واصفر وازرق مش الاكسيد ده اللي بنلون بيه على الخزف؟ على الخزف؟ لا لا اكسيد ده بودره اكسيد الحرق ده حاجه ثانيه الاكسيد بظبطه الاول مع الاسمنت وبودره صح؟ اه بودره ممكن ازود لو انا عاوزه اسود قوي احط صبغه من ده واقلبهم مع بعض واعمل في اسمنت اسود بالفعل صح؟ الاسود صعب تنضيفه بلاش خليه ابيض ويتلون احسن والاسمنت الاسود لونه رمادي مش اسود عرفتها يا صوفيا كمان بتحط حاجه بودره او بتاع بودره او ايه؟ بودره او حاجه يعني باودر كده عشان يدخل الايد على الخيط بودره ثانيه اشرب ميه من دول هو ده اسمنت ده مادة السعية بتبقى مادة سهلة التنظيف ستوكس صعب التنظيف في نسبة معينة نسبة معينة لحد ما يظبط الدرجة اللي انت عاوزاها لا ممكن يبقى خفيف وتقيل لو عندي لوحه كبيره وحابب ان هو يدخل في الفراغات اكتر بخليه خفيف واصبه كده زي الميه كده انما دلوقتي انا مش عاوز ذروات انا عاوز بس اعمل فراغات فبعمل كده ممكن طبعا تتعوره بس يعني الافضل ان انا اجيب سكينه بلاستيك او حاجه كده او كارت نعم يطلع طبعا ده.
بس كده خلاص هسيبها كده. يلا هي دي وظيفتها الوحيده، ماشي. فرشه فرشه سلك من عند المواعين بننضف بيها البلاط. مش هيتخرب؟ مين يتخرب؟ الاستاذ مين؟ خلاص بعدين بمشي عليها كده. ورقة جورنان أو ورقة برايش خفيفة. الأسود بيبقى عامل زي الفحل للعين كده، بيظهر القلب. ده حاجه اه تمام. لازم الفرشه دي عشان انضف كده، ايوه كده ما انضفش تمام، لازم بقى ينشف خالص باللانس كده هنضف. لا في الاخر دلوقتي هنلاير في الاخر، بعد الاسمنت ينشف تمام.